له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى أرواله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالأمة اليوم في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان، في أمس الحاجة من يسعى إلى تغيير واقعها، ومن الجهل إلى المعرفة، ينقلها من الذل إلى العز، ومن الضعف إلى القوة. ولن يكون هذا إلا على أيدي رجال، لن يكون التغيير إلا على أيدي رجال. وصفهم الله فقال: رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كلنا أحبتي يعرف كيف انتقل الإسلام إلى آسيا، كلنا يعرف كيف دخل الإسلام إلى أندونيسيا وإلى تلك المناطق. حمله تجار المسلمين، فكانوا خير مثال للإسلام، فمثل الإسلام أحسن تمثيل، وكان صورة جميلة حية لواقع المسلمين، فتأثر الناس بهم، ففتح المسلمون كثير من بلاد الأرض بدون سلاح وبدون قتال، فتحوها بأخلاقهم، بمعاملاتهم، بدعوتهم الصامتة، سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، هين لين، لا سباب ولا شتام ولا لعان، يحب لإخوانه كما يحب لنفسه. بمثل هذه الأخلاق استطاع المسلمون أن يغيروا الواقع، وفتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلدان، فتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا البلدان. اليوم الواقع مريض ويحتاج إلى تغيير، اليوم الواقع مريض بكل ما تعني الكلمة ويحتاج إلى تغيير. هذا لا يعني أننا لا نملك أمثال هؤلاء عندنا، لكن العدد ليس بالعدد الكافي حتى يغير الواقع. نحتاج أن نغير أمة الإسلام أول، نحتاج نصحح مسار المسلمين أولا، ثم نبدأ في تصحيح مسار الآخرين. لابد أن نتخلق بأخلاق، ونتصف بصفات أولئك الذين يغيروا الواقع. كانوا قدوات، ميزتهم أنهم كانوا أئمة وكانوا قدوات. وسيظل حديثي معكم مستمر لأسابيع قادمة عن هذا الموضوع، لأهميته ولخطورته ولحاجتنا الماسة إلى مثل هذه المواضيع. تعريف القدوة: يقال قدوة برفع القاف وبكسرها، قدوة وقدوة. جاء في المعجم الوثيق: القدوة أو القدوة، يقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به، مش يقتدي بالآخرين. يقال فلان قدوة إذا كان يقتدى به، ويقولون ولي بك قدوة، ويقال اقتدى به أي فعل مثل فعله تشبها به. ما ترى أن هذه فطرة التقليد، فطرة موجودة وغريزة موجودة في الإنسان منذ الصغر؟ أما ترى أن الطفل الصغير يقلد من؟ يقلد أباه منذ أن يبلغ الطفل الذكر 3 سنوات، يبدأ يرى في أفعال أبيه، مش أمه يا إخوان، فهو يعرف أنه رجل. الطفل الذكر يبدأ يميز، عنده حاسة تمييز، يبدأ يشعر أنه رجل ويبدأ يقلد أباه.
إن كان أباه قدوة حسنة اقتدى به كما هو. وكذلك البنت منذ أن تبلغ الثالثة تبدأ تقلد أمها. لاحظ تراها ما تقلد لا تقلد أباها تقلد الأم، فهي تعرف أنها مرأة. شف إذا الأم حافظت على الصلوات، أما ترى طفلتها تركع وتسجد بجانبها. إذا الاقتداء والتقليد موجود، فطرة غريزة موجودة في الإنسان، والقدوات هم الذين يغيروا الواقع. إما قدوات حسنة وإما قدوات سيئة. حتى نربي أبنائنا أعظم وسائل التربية أننا نكون قدوة في أنفسنا. ليس من المعقول أننا نأمرهم بالصدق ونحن نكذب. ليس من المعقول أننا نأمرهم بالمحافظة على الصلوات ونحن نتخلف عنها. في لسان العرب لابن منظور قال: القدوة من التقدم، يقال فلان لا يقاديه أحد ولا يباريه أحد ولا يجاريه أحد، وذلك إذا تميز في الصفات كلها. أما اصطلاحا فالاقتداء هو طلب موافقة الغير في فعله. والقدوة هو الأسوة والعكس، لكن في بينهما فروق يجب أن نلاحظها وسيأتي في السياق. فالأسوة كما يقول القرطبي رحمه الله هو ما يتأسى به أي يتعزى به فيقتدى به في جميع أحواله ولا تتحقق القدوة في شخص بصفة واحدة، فلا بد من شمول القدوة للصفات كلها. مش إنسان مثلا عنده صفة واحدة ولا يتميز بصفات أخرى. القدوة لابد يحمل الصفات كلها، لابد يكون له من كل خير نصيب، لابد يكون له من كل باب من أبواب الخير سهم يقتدى به. قد فلان من الناس يتميز في جانب من الجوانب وعنده ضعف في الجوانب الأخرى. أنا ما أقول يا إخوان أننا نصل إلى درجة الكمال في كل شيء، فكمال الأسوة وكمال القدوة في إنسان لم يظهر إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمرنا الله بالتأسي به. لكن قد يكون عند فلان من الناس خصلة طيبة يقتدى به فيها، مثلا عندها كرم يقتدى به في الكرم، وهذا عندها شجاعة يقتدى به في الشجاعة. لكن هل هو قدوة بكامله؟ لا، هؤلاء لابد أن يكون عندهم مواصفات وخصائص معينة. إذن دلائل لابد، ولا تتحقق القدوة في شخص بصفة واحدة، فلابد من شمول القدوة للصفات كلها. هل القدوة هي الأسوة؟ في الكلام اللي قبل قال نعم، قال لكن قد يظهر بينهما توافق في المعنى في بعض الجوانب، ولكن هذا التوافق ليس على إطلاقه، فبينهما فروق بين القدوة وبين الأسوة، بينهما فروق. أولها التأسي أشد معنى من الاقتداء، لذلك الله ما قال لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة، إنما قال إيش؟ أسوة، دليل أن التأسي أشد من الاقتداء. وفي آية أخرى قال لنبيه أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدى. فيظهر هناك في معنى يختلف بين التأسي وبين الاقتداء. ثانيها التأسي يجعل معنى الالتزام من الغير بشكل أقوى، لذلك فإنها جاءت مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أفضل الأنبياء والمرسلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما القدوة فقد جاءت مع غيره من الأنبياء والصالحين من الصحابة وغيرهم، كقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر
أبي بكر وعمر. لابد أن نعرف أن حاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نبوة البشر. حاجة الناس إلى القدوة تكمن من غريزة نابعة في نفوس البشر أجمع، وهي التقليد كما ذكرت لكم آنفا. الطفل منذ الصغر يبدأ يقلد من؟ الطفل الذكر يقلد أباه، والطفل الأنثى يبدأ يقلد أمه. إذن هي غريزة موجودة في البشر. انظر إلى المحب كيف يقلد محبوبه، انظر إلى المحب كيف يقلد محبوبه، انظر إلى الضعيف كيف يقلد القوي، لأنه يرى أن الكمال في هذا القوي، فيبدأ بتقليده. فإذا عرفنا أنها فطرة وغريزة كان لابد أن نستشعر أهمية ذلك، فنسعى أن نكون صورة حسنة للآخرين. يجب أن نعرف كذلك أنه لا كمال لأحد، فقليل هم الذين تجتمع فيهم كل الصفات والخلال الحسنة. كما قلت بعضهم قد يكون قدوة في جانب ولا يكون قدوة في جانب وفي جوانب أخرى. من هذا نقول أنه لا يمنع أن يكون فلان من الناس قدوة في صفة من الصفات أو بعضها، كقدوة في طلب العلم أو الشجاعة، مع كونه ليس قدوة في كذا أو كذا. والموفق من ضرب من كل خير بسهم، أما أنواع القدوة، الناس إذا قالوا قدوة دائما يطلقونها على القدوة الحسنة، فكل وأكثر من تكلم عليها يميل إلى صرف القدوة إلى القدوة الحسنة وإلى الوجه الحسن. لكن هذا لا يمنع أن هناك قدوات سيئة، ومضللة. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. هذه قدوة وهذا قدوة. مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. فالقدوة الحسنة حامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. إذن أنت مستفيد منه على كل الأحوال، أنت مستفيد من القدوة الحسنة على كل الأحوال. القدوة السيئة ناطخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، فهو يضرك على كل الأحوال. لاحظ أنك لو صحبت رجلا سيئا، قد لا تكون سيئا أنت، لكنك ستنسب إلى من؟ إلى أهل السوء. قد لا تكون سيئا أنت، لكنك صحبت فلانا من الناس وهو سيء، ستنسب إلى سيء الأفعال وإلى سيء الأقوال. فالمرء على دين خليله، والطيور على أشكالها تقع. القدوة والأسوة الحسنة بكل كمالها وتأثيرها تمثلت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة والأسوة الحسنة في كمالها في كل جانب من جوانبها، وفي كل ناحية من نواحيها، وفي كل صفة منها، تمثلت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حين يخطئ فلان أو فلان نقول: هؤلاء بشر. ولا القدوة الحقيقية والأسوة الحقيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نصدم حين نتأسى بفلان أو فلان من الناس ثم يخطئ، نقول: لا كمال لأحد. حين نتأسى بفلان أو نقتدي بفلان ثم يخطئ فلان من الناس هذا، ثم تكون عندنا ردة فعل، أقول: هؤلاء ليس لهم كمال ولا كمال لأحد، لا كمال لأي قدوة من القدوات. القدوة الكاملة، الأسوة الكاملة، تمثلت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في كل ناحية من نواحيها، فهو المثل الأعلى لمن كان متأسيا ومقتديا. القدوة السيئة بكل كمالها وتأثيرها تمثلت في من أعلى من مثل القدوة السيئة؟ إبليس هو الذي
متميز بكل الصفات السيئة في كل ناحية من نواحيها، فهو أكمل القدوات السيئة، نسأل الله العفو والعافية. فالقدوة الحسنة من الناس كل متأثر بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه في صبره ومصابرته ومجاهدته، فسار على نهجه وتمسك بسنته. القدوة الحسنة من الناس كل متأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم بشمائل أخلاقه في صبره ومصابرته ومجاهدته، فسار على نهجه وتمسك بسنته. كان الصحابة يضربون المثل بابن مسعود على أنه من أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أشدهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم في منهجه وحياته. لا عجب، فهو تربى في بيوت النبوة ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه أعظم الأثر. يقول أبو موسى الأشعري: حين قدمت المدينة ما كنت أظن ابن مسعود إلا من آل البيت، يدخل وقت ما يشاء ويخرج وقت ما شاء. ولقد ظهر أثر هذا في حياته، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته. يقول عن نفسه: أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة 70 سورة من القرآن. ثم يقول عن نفسه: ولا أعلم لو كنت أعلم أن هناك من هو أعلم مني بالقرآن على وجه الأرض ثم تطى له المطايا لذهبت إليه. يعرف معنى القرآن، ويعرف معنى الذي تلقى هو منه القرآن. يقول ابن سعدي رحمه الله: الأسوة نوعان، حسنة وسيئة، بائع مسك ونافخ كير. ومشكلة الشباب اليوم من؟ الذين ينفخون الكير. مشكلة الشباب اليوم نافخ الكير، ما أكثرهم بين الشباب. فالأسوة الحسنة هي النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجه. فالأسوة الحسنة هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهج نهجه. وأما من خالف المنهج النبوي فهو الأسوة السيئة، مبتدع أو غير ذلك من الضلال. والقدوة الصالحة التي تؤثر على الغير تنبني على أصلين. افهمي معي هذا الكلام. نحن حين نتكلم عن القدوة نقصد الرجال ونقصد النساء، فكما أن الرجال يحتاجون إلى قدوات كذلك النساء يحتاجن إلى قدوات. فالموضوع يتكلم عن الطرفين، المرأة والرجل. وكما ضربنا المثل في البداية، تقليد الطفل الذكر لأبيه وتقليد الطفل الأنثى لأمه. القدوة الصالحة التي تؤثر على الغير، افهم معنى كلامي. في بعضهم قد يكون صالح، قد يكون في صفات حسنة، لكنه غير مؤثر. لكن المؤثر وصفات المؤثر والقدوة الصالحة التي تؤثر تنبني على أصلين هامين. أولهما حسن الخلق. أول هذين العاملين حسن الخلق. ثانيها موافقة العمل للقول. فإذا تحلى هذا الإنسان بالأخلاق الحسنة ووافق فعله قوله كان مؤثرا وكان قدوة صالحة وحسنة في المجتمع. فلا بد للقدوة أن يتمثل كل الأخلاق الإسلامية الحميدة، التي من أهمها الصدق، الأمانة، الصبر، الرحمة، التواضع، المخالطة. والمخالطة بحد ذاتها تشمل مجموعة من الأخلاق. منها المودة والمحبة والعطف والإيثار والرفق. لا تكتشف في الإنسان هذه الأخلاق إلا حين تخالطه. لا تكتشف أنت في الإنسان هذه الأخلاق إلا حين تخالطه. تأمل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من
مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق يشمل كل مجالات الحياة. لو أردنا أن نفرد لكل خلق من هذه الأخلاق درسا، ووالله لطال المقام، وكل واحد من هذه الأخلاق يحتاج إلى وقته، لكن لا يسعنا ذلك. لكني سأقف وقفات وأمر مرورا عابرا على أشياء مهمة. تأمل في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في تلك الآيات التي ذكر الله فيها صفات الناجين، ذكر الله فيها صفات الناجين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ثم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فبدأ بأعظم الصفات الصبر والصدق. بدأ الله ووصف الناجين بأعظم صفاتهم، أولها الصبر وثانيها الصدق. والصدق هو مجال الحياة، الصدق هو مجال الحياة. فالصادق صادق في قوله، صادق في فعله، صادق حتى في نيته. تدري لو أنك قلت وجهت وجهي للذي، حين تقول في دعاء الاستفتاح، حين تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ثم أثناء صلاتك التفت إلى غير الله، تكون كذبت في نيتك، تكون حينها كذبت في نيتك. لذلك كثير من الصالحين يتجنبوا أن يستفتحوا الصلاة بمثل هذا الدعاء، حتى لا يكذبوا في نيتهم. إذن الصادق صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في نيته، صادق مع ربه، صادق مع نفسه، ثم صادق مع إخوانه. فالصدق هو مجال الحياة كلها. أليس الكذب الذي هو ضد الصدق من صفات المنافقين؟ أترى الناس يثقون بالمنافق؟ هل تظن أن الناس يثقون بالمنافق؟ ما أظن هذا. أما الصبر فلابد أن تطمئن النفوس للقدوة، ولن يكون ذلك إلا إذا كان القدوة صادقا. أما الصبر فمنه يظهر أصحاب الهمم العالية من أصحاب الهمم الدنية، بالصبر يظهر أصحاب الهمم العالية من أصحاب الهمم الدنية. إن مخالطة الناس تحتاج إلى صبر. ففيهم السفيه، وفيهم الجاهل، وفيهم العاقل، وفيهم غير ذلك. فيظهر الصبر في الصفح، في الحلم، في العفو، ولن يغير واقع الناس إلا من يصبر على جهلهم وأذاهم. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: وهذا العصر، يعني العصر اللي نعيش فيه، وهذا العصر عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس بعصر الشدة. هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الرفق والصبر والحكمة، وليس عصر الشدة. فالناس أكثرهم في جهل وفي غفلة وإيثار من الدنيا، فلا بد من الرفق ولا بد من الصبر حتى تصل الدعوة إليهم، وحتى يبلغ الناس ويعلموا، ونسأل الله لهم الهداية. انتهى كلامه رحمه الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن رجلين: أيهما خير؟ الرجل الأول رجل يخالط الناس ويتحمل أذاهم، والآخر قال لا يقال لا يخالط الناس ولا يتحمل أذاهم. قال ذاك خير الذي يخالط الناس ويتحمل أذاهم. لاحظ حين دعانا القرآن إلى دفع السيئة بالحسنة، فقال الله: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بإيش؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال أن هذه الدرجة العالية دفع السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والكلام عن الأخلاق يطول، وليس هذا مقامه، لكني أردت أن أشير إليه لأهميته على عجالة. قال الله عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. لأننا نحمل رسالة
لأننا نحمل رسالة إلى الناس لا بد أن نوصلها إليهم. كيف سنحملها؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بالإجبار؟ أبدا لا يكون هذا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، وسيأتي في كلامنا أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، وقال إن من أدناكم منزلة مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن العبد، تقول عائشة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصل بحسن خلقه إلى درجة قائم الليل وصائم النهار. إذن ديننا أعطى الأخلاق أهمية عظيمة، لأننا هكذا ننقل، هكذا ننقل الدين، هكذا نوصل إلى الناس الدين، وهكذا نكون قدوة للآخرين. إن إصلاح الناس يتطلب مستويات عليا من الأخلاق، إصلاح الناس يتطلب مستويات عليا من الأخلاق، ونحن والله نشكو أزمة أخلاقية، ولذلك ضعف تأثيرنا في الناس. نشكو والله أزمة أخلاقية ولذلك ضعف تأثيرنا في الناس. ما شاء الله اليوم الصحوة في كل مكان، الصحوة في كل مكان، لكن أين الأثر؟ الأثر ضعيف، الأثر ضعيف لقلة القدوات ولقلة المتأثرين ولقلة المؤثرين، نسأل الله العفو والعافية. أما سبب هذا فضعف عباداتنا، وإلا في العبادات أصلا تثمر أخلاق. العبادات أصلا الثمرة الحقيقية للعبادات أنها تثمر أخلاق. تأمل في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثمرتها إخلاص وصدق، ثمرتها إخلاص وصدق، إخلاص لله وصدق في المتابعة. ثمرت لا إله إلا الله التي لابد أن تظهر علينا إخلاص لله وصدق في المتابعة. الصلاة، إيش قال الله عن الصلاة؟ واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أليست تدعون إلى حسن الخلق؟ الزكاة هي ضريبة تضرب علينا ونؤمر جبرا على إخراجها؟ أبدا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أليست هذه أخلاق؟ أليس البذل والعطاء ضد البخل والشح؟ فديننا عباداتنا تربينا على مكارم الأخلاق. تأمل في الصيام وأنه لابد أن يحقق تقوى الله في حياتنا، فإذا تحقق تقوى الله تحققت الأخلاق. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام؟ قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الزحام الشديد في الحج صبر وتحمل وجهاد، الزحام الشديد في الحج صبر وتحمل، ويظهر الناس على حقيقتهم، هذا يحترم هذا وهذا يوقر ذاك، والضعيف ولا القوي يرحم الضعيف. عباداتنا كلها أخلاق، لكن العبادات إذا لم تثمر أخلاق فهي لم ترتقي إلى مستوى العبادات. ضع هذا في أذنيك، إن العبادات إذا لم تثمر ثمراتها أخلاق حسنة فمعناها أن العبادات لم ترتقي إلى مستوى العبادات، لا زالت في طور العادات. كم هم الذين يصلون عادة؟ كم هم الذين يصلون عادة ويصومون عادة ولا أثر للصيام ولا للصلاة في حياتهم؟ فديننا بين قوسين أخلاق، ديننا دين أخلاق، لأننا أمرنا أن نخالط الناس وننشر الدين، ولن ننشر الدين إلا بأخلاقنا، إلا بصفاتنا، إلا بتعاملنا. الناس بفطرتها تحب الخير وتحب محاسن الأخلاق. ولا تخلو الأمة في كل حين من هؤلاء النماذج. وما شيخنا ابن باز عنا ببعيد، كيف أثر القلوب كلها على اختلاف مناهجها، أثر القلوب كلها على اختلاف مناهجها، وجمعها على حبه واحترامه. ومثله ابن عثيمين وغيرهم من العلماء الربانيين. كم سمعنا عن قصص اهتداء قوم لتأثرهم بأخلاق الإسلام، صح ولا لا؟ كم سمعنا عن قصص
اهتداء أقوام لتأثرهم بأخلاق الإسلام وأفعال الرجال الصادقين. اليوم أفعالنا صدت كثير من الناس، أقوالنا صدت كثير من الناس عن الدخول في الإسلام. وصدق الذي قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولعظيم الموضوع وأهميته، يعني موضوع الأخلاق، سنفرد له لقاء، بل قل لقاءات، ولقد سبق أن تكلمنا فيه، ولكن لا مانع أن نطرقه مرة أخرى. فما تكرر تقرر. أما الأصل الثاني حتى نكون قدوة ونكون مؤثرين، الأصل الثاني الذي تنبني عليه القدوات بعد الأخلاق، وهو مهم كأهمية الأصل الأول، موافقة العمل القول. فلا بد أن نحذر كل الحذر أن تخالف الأفعال الأقوال، فالنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه، كما أنها مجبولة على الاقتداء بالقدوات، كذلك النفس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا يوافق فعله قوله. لهذا حذرنا الله فقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تأمل معي هذا المنظر: قام طبيب أمام الناس في ندوة من الندوات وفي محاضرة من المحاضرات، يشرح لهم أضرار التدخين مستعينا بكل الوسائل والأدلة التي تثبت ما يقول. ثم لما انتهت الندوة أخرج علبة سجائره من جيبه وأشعلها أمام الناس. إيش رأيكم بالمنظر؟ أقل ما يقال عنه منظر قبيح، أنه منظر قبيح. كان يقول كلام والآن فعله يقول شيء آخر. لو سألت كل أب، أنت يا من أنت قدوة لأبنائك، ترضاه لأبنائك إيش يقول؟ ترضى لك دخن؟ يقول لا. كيف ترضاه لنفسك؟ كيف تستطيع تؤثر بالآخرين إلا أن تبدأ بنفسه؟ عندنا من مثل هذه المناظر القبيحة تراها في أماكن كثيرة. وإيش رأيك وأنت تمشي أو واقف عند إشارة إلا علبة تبسي طارت من السيارة اللي قدامك؟ ماش تقول عن المنظر؟ منظر قبيح. عندنا مناظر قبيحة كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. إذن لابد من أخلاق عالية، ولابد من ترجمة هذه الأخلاق عمليا في حياتنا. يقول محمد أمين المصري رحمه الله: وليس للمسلمين من سبيل إلا هذا سبيل للتغيير، ليس للمسلمين سبيل إلا هذا السبيل، يعني القدوات. رجال يتأسون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شبرا بشبر وذراعا بذراع في كل ظاهرة وخفية وفي كل دقيقة وجلية، في عبادة، في التفكير، في الحرب والتدبير، والسياسة والدعوة والجرأة والحكم. قال الله على لسان نبيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد قالوا: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. نريد رجال عقيدة، نريد قدوات لعلاج جميع الانحرافات. إن بني الإنسان لا يتغيرون إلا عن طريق بني الإنسان، إن بني آدم لا يغيره إلا بني آدم. أنا ترى أن الله أرسل إلينا بشر ولم يرسل إلينا ملائكة؟ أما ترى أن الله أرسل إلينا بشرا ليصححوا مسار البشر؟ وما أرسل لنا ملائكة. كرر معي وتدبر قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف استطاع بأبي هو وأمي أن يغير ذلك الواقع المرير؟ بل يصنع أولئك الرجال الذين غيروا واقع الأرض من بعده. لقد مثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجانب التطبيقي للقرآن كقرآنا أمامهم،
كان يتنزل القرآن وكانوا يرون القرآن في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سلوكه وأقواله وأفعاله وتصرفاته وأخلاقه قرآنا يشاهده ويلمسه صحابة، فكانوا هم كذلك، فكانوا هم كذلك انتصروا على الجاهلية ومخلفاتها. اليوم القرآن موجود، لكن أين الذين يتخلقون بأخلاقه؟ أين الذين يتخلقون بأخلاق القرآن؟ فتحول الجيل الأمي إلى جيل يفيض علما وحكمة، تحولوا من قوة الضلال، تحولوا من قمة الضلال إلى أحسن حال. من الذي غيرهم؟ القرآن الذي وجدوه مثالا تطبيقيا في شخص من؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الجانب التطبيقي للقرآن، أمر الله الصحابة وكل من جاء بعدهم أن يقتفوا أثره ويلتزموا بسنته، وجعل ذلك دليلا على الإيمان الحق. فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكذلك اعتبر الله عز وجل احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واتباع هديه الطريق الموصل إلى الهدى والنجاة، فقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لاحظ: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لا طريق إلا هذا الطريق، لا طريق للتغيير ولا طريق للتبديل إلا عن هذا الطريق. ففهم ذلك الجيل القرآن فهما صحيحا ووصل إلى أعماقهم دون تكلف، فأخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وصنع القرآن فيهم روح الاستعلاء، رغم أنهم كانوا أضعف ماديا، الأضعف اقتصاديا، لكنهم كانوا يشعرون أنهم الأعلون بالعقيدة بالمنهج بالعبودية لله رب العالمين. والقرآن يخاطبهم: أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اليوم نريد نرفع همة الأمة ونخرجها من الذل والهوان الذي تعيش فيه، ولن يكون هذا إلا إذا فهمت القرآن فهما حقيقيا. فهموا القرآن وفهموا مراد الله وفهموا لماذا خلقوا وفهموا أنهم يحملوا رسالة ويحملوا مسؤولية. لذلك ربعي بن عامر حين يدخل على كسرى الفرس، حين يدخل على كسراهم، فهم المعنى: ليش جايينا؟ ماذا تريدون منا؟ قالنا: نحن قوم ارتعتنا الله. من فهم هذا الكلام؟ فهمه من القرآن، فهم هذا الفهم من القرآن، وما كان يحتاج لأحد أن يفهمه هذا الكلام. هكذا ببساطة دخل القرآن في قلوبهم، وفهموا أن لهم قيمة في الحياة وأن عندهم رسالة لابد أن يؤدوها. سبحان الله، ربعي رجل عامي من الناس، جندي من الجنود. اليوم الثاني كسرى يطلب رجل آخر، فيرسل له سعد المغيرة، فيقول له نفس الكلام على غير اتفاق بينهما. ما اتفق ربعي والمغيرة على أن يقول هذا الكلام، لكنهم فهموا القرآن فهما صحيحا. تعالوا نفهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تعالوا نفهم هذا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه طيب؟ إلا لتغييرنا للواقع، إلا لأننا نغير الواقع، ننفع الناس حين نأمرهم بالمعروف، وننفع الناس حين ننهاهم عن المنكر، ننفع الناس حين ندلهم على طريق البداية والدلالة والإرشاد، وننفع الناس حين نحفظهم من طريق الغواية والضلال والضياع. ولم يكن هذا حتى نبدأ بأنفسنا، حتى نفهم القرآن فهما صحيحا، حتى نطبق السنة تطبيقا صحيحا، اتباعا لا ابتداعا. فرفعهم القرآن واستطاعوا أن يغيروا الواقع. الدرس والموضوع جدا مهم يا إخوان.
قد تكون في بعض العبارات العلمية، قد تكون في بعض العبارات التي يصعب علينا فهمها الآن، لكن حين نطبق شيء يظهر أثره واقعا في حياتنا. والله إني لأظن أن هذا من أهم الدروس التي طرقناها، وإنها من أهم الدروس التي سنطرقها. نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى تحمل، نحتاج إلى أخلاق، نحتاج أن نكون مثل عليا في المجتمع حتى نغير الواقع. ثم لا تقل فلان يغير، قل أنا أغير الواقع. سبحان الله، أعجبني ذلك الطفل الصغير الذي يقول أحدهم صليت الجمعة يوما من الأيام عند أحد الخطباء، وكان يتكلم عن واقع المسلمين، وكان الإمام كان الخطيب في خطبته يقول من الذي سيرفع راية الإسلام، والطفل الصغير يقول أنا. من الذي سيغير الواقع، والطفل الصغير يقول أنا. من الذي سينصر الإسلام، يقول أنا. يغير ولا ما يغير؟ إلا إذا عرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين. التغيير ليس صعب، التغيير ليس صعب، لكن لابد أن نبدأ بالتغيير ونكون جادون ونحن نغير الواقع. لا تأخذ هذا الكلام كلام تسلية، لا تأخذ هذا الكلام كلام تسلية. فما اجتمعنا هنا للتسلية، لم نجتمع هنا للتسلية، اجتمعنا هنا حتى نضع أيدينا في أيدي بعض، كيف نخرج الأمة مما هي فيه. ولا تستهين، فالواحد عنده القدرة على التغيير. يقول ابن القيم في أحد كتبه إن العبد المؤمن إذا وقف أمام جبل وقال أزيحه، قال يزيحه بإذن الله. إذا وقف أمام جبل وقال أزيحه، يزيحه بإذن الله. والعمر ليس مقياس، قد الصغير يغير الواقع، قد الكبير يغير الواقع. فلقد غير واقع أمة غلام الأخدود غير واقع، وغير الواقع شيخ كبير أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالصغير يغير والكبير أيضا يغير. فالقدوة ليس لها عمر معين. سيتواصل الحديث، لكن من اليوم احمل المسؤولية وكن جنديا من جنود الله تبارك وتعالى، وردد دائما كما قال شيخنا ابن عثيمين: اللهم انصرني بالدين وانصر الدين بي، اللهم انصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا يقول: مليت من الضياع والشباب، ودي أتوب لكن متردد، أصلي لكني لا أجد فيها راحة. سبحان الله، مليت من الضياع. أكيد الضياع ملل يا أخوان، الضياع ملل وهم وغم. سبحان الله، أتجد راعية تظن راعي المعصية فرح مسرور؟ أبدا، والله مغموم ومهموم. وإن كان أهل المعاصي يضحكون لبعضهم البعض، فإنهم والله من الداخل يبكون بكاء يقطع القلوب. من سينقذ هؤلاء الغرقاء الذين نراهم في كل مكان؟ لاحظ، ترى الناس فيها خير، حتى العصاة منهم فيهم خير، لكنهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم. أقول هذا، يقول متردد: طيب لو جاك الموت الآن، تقطع تردد ولا ما تقطعه؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت إيش قال؟ قال ربي ارجعون، يبغى يرجع. ليه؟ علشان يتوب ويصدق في توبته. تصلي وغير مرتاح في صلاتك لأن القلب لم يتعلق بالله إلى الآن، لازال القلب متردد. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ عندكم ريب في الله تبارك وتعالى؟ سيأتي اطمئنان، ستأتي الراحة إذا غيرت المسار، إذا غيرت المسار. إن عدم راحتك الآن لأنك مذبذب، تريد أن تسلك طريق الهداية، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتخلص من المعاصي والمنكرات، كما قال الله عن المنافقين: مذبذبين ما يدري يسير في هذا الطريق أو يسير في ذاك الطريق. متى ترتاح؟ ترتاح إذا حددت الطريق، سترتاح وسيذهب التردد إذا حددت المسار. اللي يمشي في طريق يا إخوان
ولا يعرف نهايته، أليس يخاف من المفاجآت في الطريق؟ إلا فهو لا يعرف طبيعة الطريق، لكن من رحمة الله بنا أن جعل طريق الهداية معوج ولا مستقيم؟ مستقيم واضح، وأن هذا صراطي مستقيما واضح بكل ما فيه. أما طرق المعاصي مرة يمين ومرة يسار، ومرة إقبال ومرة إدبار، وما أعز الناس أنفسهم بمثل طاعة الله. شوف اللي يخرج من المسجد، يخرج رافع الرأس ولا مطأطئ الرأس؟ إيش رأيكم اللي يصلي الفجر ويخرج من شريح الصدر ولا مهموم الصدر؟ والعكس بالعكس، السارق والزاني وأصحاب المعاصي والمنكرات أذلاء، ذلتهم المعاصي، ذلتهم المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. أوصيك أنك تحدد المسار وأن تعلنها توبة بكل شروطها وبكل مقتضياتها، ندم وعزم وترك للذنوب والمعاصي. كيف أفك نفسي من أسر الشهوة؟ سبحان الله، هذا نفس الكلام. القلب الذي يتعلق بالله، القلب الذي يتعلق بالله لا تأثره الشهوات، تحاربه الشهوات نعم، لكنه يجاهدها. الشهوات ابتلاء ابتلينا به، كما قال الله زين للناس حب الشهوات، لكن في المقابل جذب الطاعات، ستجد أن للطاعة ثمن، أن للطاعة حلاوة. اللي يجرب حلاوة الطاعة سيعرف أنها أحلى من لذة الشهوات. لذة الشهوات يا إخوان دقائق معدودة وتنقضي، ثم تنقلب إلى هموم وغموم. أما لذة الطاعة فباقية الآن، وباقي بعد أثرها يوم أن تلقى الله تبارك وتعالى. تأمل في قوله للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة يجد لذة الطاعة يوم أن وفقه الله لفعل الطاعة، وفرحة يوم أن يلقى ربه. والمعصية ذل الآن وذل يوم أن يلقى ربه. وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ايش رأيكم بالفضيحة؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. فاصدق بارك الله فيك. وسبب ضياع الشباب من؟ نافخ الكير. كم هم الذين ينفخون الكير؟ كثير، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قالوا لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تحزن بقلة السالكين. ليس معنى قلة السالكين أن هذا ليس طريق الحق، لكن هذه سنة الله، أن أتباع الحق دائما هم القلة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أقول للمتردد ترى الله يفتح الباب ثم سيأتي يوم سيغلق هذا الباب، تريد أن تدخل لكن يقال حيل بينهم وبين قطين ما يشتهون، تدخل طالما أن الباب مفتوح وأن نفسك تحدثك بالدخول. وباب الله مفتوح بالليل وبالنهار، وهو أرحم الراحمين. صلى الله أن يجعلني وإياكم من التوابين، وأن يجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم اجعلنا خيرا مما يقولون وأحسن مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم إنا نعوذ بك أن نصد بأفعالنا أو أقوالنا أحدا من البشر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قدوة وأسوة للناس أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. استغفر الله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.